ترأس نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع الوزاري لمنتدى التعاون العربي الصيني في دورته الثامنة، والذي عقد اليوم الثلاثاء الموافق 10 من يوليو لسنة 2018 في قصر دياو ياو تياي للضيافة بالعاصمة الصينية بكين، حيث افتتح الاجتماع الذي عقد برئاسة مشتركة صينية سعودية بكلمة من قبل مستشار الدولة ووزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانغ يي. وضم وفد دولة الكويت كل من السفير عزيز رحيم الديحاني مساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي، والسفير صالح سالم اللغاني نائب مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية، والسفير سميح جوهر حيات سفير دولة الكويت لدى جمهورية الصين الشعبية، وسعادة أحمد عبد الرحمن البكر مندوب دولة الكويت الدائم لدى جامعة الدول العربية.